لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فرمين: ولما فرغ من بيان الاقتراني شرع في بيان القياس الاستثنائي. دعي ويكا مصنف ليبو ولا بيان قياس اقتراني دسي كلمة بيان قياس استثنائي، فقال فرمي: وأما القياس الاستثنائي، أما قياس استثنائي قد عرفت أنه ما يكون النتيجة أو نقضها مذكورا فيه، أو تزانيك قياس استثنائي أو نتيجك يا نقيض نتيجك مذكور بالفعل بلا ناو قياسك. ثم دعي وإنه لا يجوز أن يكون ذلك النتيجة أو النقيض نفس إحدى مقدمتيه. فاشن هوش تزاني وك خدي نتيجة درست بالفعل خويا نقيضك مذكورا لا قياسك، برام نابي نفسي خدي نفسي كلا مقدمة كان به، بل يجب أن يكون جزءا منها منهما. أبي أو نتيجة جزء قبيلة يكال مقدمة كان. والمشتملة عليه شرطية قطعا، وأويك مشتملة مثل نتيجة كذا شرطية قطعا. جاوب شيء أو رنق باعتبار قول بي أو أبوي كان يعني متأول المشتملة عليها يا باعتبار جزء أو أن يكون جزءا منها. والمشتملة على أو جزء كأبت النتيجة شرطية قطعة. ماشا قصدك شرطية القياس الاستثنائي حميشة مقدمك شرطية يعني. فالقياس الاستثنائي دائما يكون مركبا من مقدمتين إحداهما شرطية متصلة أو منفصلة، والأخرى أحد جزئي شرطية متصلة أو نقيضه. قياس استثنائي أو قياسيك يعني هميشة أوعية مركبة لدون مقدمة. يكلا مقدمة كان شرطية، جاء شرطية ممكن متصلة به ممكن منفصلة به. دانا كيتريان يكيك لدو جزئي أو شرطية. مثلا جاء متصلة به أو شرطية، شرطية كان شرطية متصلة يكيك لدو جزئكي يا يكيك لدو جزئك يعني عين يكي لجزئك أنا يا نقيض يكي لجزئك أنا. يعني أو مقدمي دوامية يا مقدمي شرطيك يا تالي شرطيك يا نقيض مقدمك يا نقيض تالي شرطيك حربي. وهي المقدمة الاستثنائية تلك كلمة استثنائية ومقدمة استثنائية كأوابة الصغرى يعني القياس الاستثنائية وكلو تسهيل يجو تسهيل المنطقة يجي لو كبراك أو مقدمة شرطية يعني مقدمة شرطية نية كبتها ولو هو كبراك يأتي مقدمة كيتريا ومقدمة إستثنائية أو صغراء. ويشترط لإنتاجه أمور ثلاثة وبو أويك النتيجة وبهر بذلك سيشت فيها بيستا. الأول كون شرطية مجيبة مقدمة شرطية شرطية مجيبة منك سالبة، والثاني كونها لزومية إن كانت متصلة وعنادية إن كانت منفصلة نابع اتفاقية بالمقدمة شرطية أقل صورتها كان متصلة وأشياء لزومية به أقل منفصلة وأشياء عنادية به. موجبي متصلة يا موجبي متصلة لزومية يا موجبي منفصلة عنادية. والثالث كونها كلية سهم شيء أو مقدمة شرطية أشياء كلية به. جار إذا تم هذا هذا وقتك أما شكل القرد أم مقدماتك باس منكر فنقول يما يجين أما القياس الاستثنائي أما قياس استثنائي فالشرطية الموضوعة فيه أو شرطية كهالنا وقياس استثنائي إن كانت متصلة أجل متصلة به فاستثناء عين المقدم ينتج عين التالي. استثناء عين المقدم منتج عين تالية جاء أم تعبيرها يا هم تعبير استثناء عين المقدم يلا ولع مقدم ولع مقدم منتج ولع تالية جابك وشي سبب أم مثال إن كان هذا إنسانا فهو حيوان تاليك هذا إنسانك يا كرة مقدمك بخشة مقدمك هذا إنسانك يا فهو حيوان وش تاليك يأتي جاء استثناء كين يعني استثناء عيني تاليك كين
أشياء بيجي لكنه إنسان. أجر استثناء قيركين أقول لكنه ليس بإنسان، يا لكنه لا إنسان. استثناء جايس كان استثناء عيني مقدم كمساوية أو قسمانة كمن استثناء عيني مقدم لقال ورعي مقدمة. منتج شيء منتج ويبجي أنه حيوان، يعني منتج عيني تالية كيف هو حيوان. بوايا يعني أجر إم عيني مقدم استثناء كين يا ورعي مقدم كين منتج رفعي منتج ورعي تالية كبي يعني منتج عيني تالية كبي أخلي أن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم. شنك وجودي ملزوم كبريتي لمقدمك مستلزم وجودي لازمك، يعني أجر ملزوم ببيع حتما لازمك جبيت. واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. وبو بالك أجر نقيض تالي استثناء يعني قال رفعي تالي بكين منتج نقيض مقدمك، يعني رفعي تالي منتج رفعي مقدمة. بو ورالي أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. شن أجر وقتك نقيض تالي بري استثناء كلا يعني رفع تالي ما كان تالي نبينه تالي منتفي به دي تالي لازمه دي خو أجر صورته كام لازم منتفي به انتفاء لازم مستلزم انتفاء ملزومه. ولو لم يكن كل من الاستلزامين وأجر هيش كان لو دو استلزام نبي يعني بمعنى أن ملزوم مستلزم وجودي لازم ببي باشا ون وجودي ملزوم مستلزم وجودي لازم به ون انتفاء لازم مستلزم انتفاء ملزوم به لازم وجود الملزوم بدون اللازم او كات لازم دي كملزوم به ولازم نبه فلا يكون اللازم لازما ولا الملزوم ملزوما. دا وقت اجى امر ان لازم لازم به ون ملزوم ملزوم به دي وهو باطل كاوش باطل دروزني كات حتما ابي استثناء عيني مقدم منتج عيني تالي وأمجر حتما أبي استثناء نقيض تالي منتج نقيض مقدم بعبارة كتير حتما أشياء ورعي مقدم منتج وضع تالي به وهروها رفع تالي منتج رفع مقدم به. وكو قولي ما كارين كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فيكون حيوانا جاء لكنه إنسان أما وضع تالية تكرار شيء لقلبي في عشوة أو نقول أجل لكنه ليس بحيوان أما رفع تالية رفع تالية كردها فلا يكون إنسان بس إنسان الرفع مقدم شيء بيبه ولا ينتج أما دوباد وأنا كيتر ولا ينتج استثناء نقيض المقدم عين تالي يعني النقيض مقدم يعني إنسان نقيض مقدم منتج عين تالينية يعني بمعنى يا أجر إيه لو مثالا بيجي لكنه ليس بإنسان باشا لازم نهكا حتما النتيجة كيف هو حيوان به ولا نقيضه منتج نقيضك شينية بيجي مثلا لكنه ليس بإنسان فليس بحيوان حشا نابت النتيجة شو نقول وقت إنسان نمو شايد مثلا حيوان به ولا حيوانة غير إنسان به مثلا فرز به ولا استثناء عين تالي عين المقدم ولا نقيضه. وهل وها أجر استثناء عيني تاليش كريه منتج عيني مقدم نابه مثلا أجر فرزان بيجي لكنه حيوان باشا لازمناك أو منتج عيني مقدم به ما دام حيوان وتيجي لا فهو إنسان لو أنا حيوان به إنسان أجنبي حاربي ولا نقيضه ولا نقيضه يعني أجر استثناء عيني تالي بكين منتجي نقيض مقدمك نابه مثلا بوينا أقول لو خزياء بيجين لكنه حيوان لكنه أريه الوعي لكنه هو مع عيني تعليما استثناء كردوا عيني تعليم مثلا منتجي نقيض مقدم بأوه لكنه حيوان فليس بإنسان أو أجنع قياني شون أقول مثلا حيوان مشاهد إنسان بس يعني هيك يعني وقت نتيجة نتوان لازم يأوي تريان يعني مثلا ليه ويلازمنا يعني ممكن مثلا أقول إما عيني تالي استثناءين لو أنا عيني مقدمك ببي برام وقت نتيجة نتوان النتيجة بلازم نية إنها مثلا إذا كان إني تو استثناء عيني تالي بكيز مثلا بيجي لكنه ليس بحيوانين باشا
أما نعم عيني تعالى لكنه حيوان باشا أما أقروت لكنه حيوان أما أكريخ فهو إنسان درس به بلا مصدر صدنية دي نتيجة بس صدر صدنية يعني حتما بلي وي لازم به بلا خصوصي مادة أما لا بلا هو خصوصي مادة الرأي كذا بزاقة تساوي كلي لبيني أنا به ولد ويا باش تباسيك لجوازي أو صحة يعني أما النسخة الصحيحة والظاهرة وأوانا أو هنا جزي مثلا نسخة نقارية كيا كاري بمتنا كي أمنية لجوازي أن يكون لازم أعمى شنك بوي واي شنك جائزة لازم أعمي كما في هذا المثال لازم كمان أعمى نزل لازم كمان تالية كمان أعمى لمقدمك وشي إذ لا يلزم حينئذ أو كاتاك لازمك أعمي من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم ممكن مثلا ملزومك منتفي به مثلا انسان منتفي به برام انتفاء لازم كحيوانيه لازم نهي حاربي اما او ولا وجوده يعني او اري بازم ولا وجوده يعني لا يلزم حينئذ من انتفاء الملزوم باشا وجود اللازم لا بس هاي سكر أجر إنسان منتفي بو شاكا أي ولا شي ولا من وجود اللازم وجود الملزوم جاء ولا وجوده أما وكو تفسيره لو نسيا وكو نسخة يعني لو هيا الظاهرة كي أو يهيا ولا أمجا أو الشرح كي لسلا ولا من وجود اللازم وجود الملزوم يعني أجر بازم لازمك بمسألة ضيف هو حيوان يا لكنه حيوان أول لواء مثلا لازم وجودها برام لازم ناكا وجودي ملزومك بياب بي بس حتما إنسان يجبه أكري غير إنسان حيواني يتربي أمجر ولا انتفاؤه دوبارة انتفاقي لازم ناكي يعني مثلا لوجودي لازمك ونوجودي ملزوم لازم لنا انتفاق شي مثلا بوينا أقر إيمي برين لكنه حيوان لازم ناك أو باركيتري لكنه إنسان يا لكنه ليس بإنسان هيج كما كان لازم ناك عربي كواتا هيج وقت لا وجودي لازم وقال لازمك وجودي بو وجودي ملزومك وانتفاع ملزومك هيج كان لازمني أكريب بن برام إمكاني هيا برام لازمني الوقت لازم ونزيده وضوحا وإيما مثلا تشك خينا سري وازحت لي كينوا فنقول ألين إذا قلت يا إذا قلت مثلا كلما كان هذا إنسان فهو حيوان لكنه ليس بإنسان لأن الرفع مقدم كي باشا لا يلزم منه كونه ليس حيوانا لازم ناك حيوان نبي لجواز كونه فرسا مثلا وكذا إذا قلت لكنه حيوان لا يلزم منه يعني مثلا وضع تعليم كي لي ولازم ناك كونه إنسانا لما ذكر فوجود الملزوم بدون لازم باطل قطعا شو ناكري مثلا ملزوم ببي لازم ببي ووجود اللازم بدون الملزوم متحقق ولا شو وجود لازمك ببي ملزوم مثلا وجود حيوان مثلا ببي انسان متحقق فيما يكون لازم فيه أعمى لا شو انا كاك اقل لازم اعمى ام جاري ممكن كبرى لا برسالك بجباوه ايس من قضيه كبو بين مواك هرشوار كان منتج بن نقد وين مسايسه لو كان هذا انسانا كان ناطقا أجر أم إنسان بي أم ناطقا جائزته مثلا عيني مقدم سناك لكنه إنسان فهو ناطق باشا أمر ناقلكي سناك لكنه ليس بإنسان فليس بناطق ناقل منتجي ناقلة عين منتجي عين بوبالة لكنه ناطق فهو إنسان باشا لكنه ليس بناطق فليس بإنسان باشا على أي وجه شهر شوارع كان منتجا يجي وأما إنتاج الاستثناءات الأربعة فيما يكون لازم فيه مساعد للملزومين أما إنتاج استثناء شوارع كان لشوارع كلازم لو مساعد بملزوم فإنما هو من خصوص المادة أو بخصوص المادة اللي بنت ساوية كيا دي نتيجة أبي لازم بيه مثلا لنفسي مقدمة كانوا لازم بيه نقل اشتياكي خارج لمقدمة كان كبريتية لتساوي مثلا وإن كانت الشرطية الموضوعة فيه منفصلة
وأجر أو شرطية كتياتيم الفصيلة بها فلا يخلو من أن تكون حقيقة حقيقية من الفصيلة حقيقية أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو. جاء فإن كانت حقيقية يا أجر الفصيلة كم الفصيلة حقيقية بها أو كاتت شواردان نتيجة فاستثناء عين أحد الجزئين ينتج نقيض الآخر. عين هركا ما كان استثناكين منتج نقيض أو تريانة بولي أن وجود أحد المعاندين الحقيقيين يوجب انتفاء الآخر شنك وجود يكي لدوشت كدجي يكن باشا معاندي حقيقين بوياك باعث بك أو المنتفي به كقولنا دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا بس لكنه فرد فهو ليس بزوج يا لكنه زوج فيكون ليس بفرد آوى وأوجر واستثناء نقيض أحدهما استثناء نقيض هركام الجيشان ينتج عين الآخر منتج عيني أو تريانا لأن انتفاء أحد المعاندين الحقيقيين شنك نبوني يكيق لدو معاندي حقيقي يجب وجود الآخر بعسبه أو الموجود به قطعا كقولنا دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنه ليس بزوج فيكون فردا أو نقول لكنه ليس بفرد فيكون زوجا أما توابو أما سأما شرطية كمان منفصلة بو كواتا شوار نتيجة تياه شوار صورة منتج تياه ولل شرطية منفصلة دو صورة منتج مان بو وإن كانت الشرطية الموضوعة فيه وأجا شرطية موضوعة كتياهتي مانعة الجمع هاتو مانعة الجمع بو فاستثناء عين أحد الجزئين ينتج نقيض الآخر أمجر استثناء عيني هل كان مجل جزء كان منتجي نقيض لكيتر لامتناع الجمع بينهما شكناكري مثلا جمع كنو بيكو اجتماع نقيض رودا واستثناء نقيض أحدهما أما استثناء نقيض ذلك كان لا ينتج منتجني لجواز الخلو شك جائزا لهل كان خالي بي مثلا باقي نسبة وإن كانت مانعة الخلو وقال هاتو مثلا قزية شرطيك منفصلة كمانعة الخلو فالأمر بالعكس يعني فاستثناء نقيض أحد الجزئين ينتج عين الآخر باشا ولو استثناء عين أحدهما لا ينتج كات كما لا يخفى والأمثلة ظاهرة مثلا مثال ظاهرية أيسا بو مانعة الجمع هذا شجر أو حجر أعمشت يا شجر يا حجر حربي مثلا بيجل لكنه شجر فليس بحجر لكنه حجر فليس بشجر يعني استثناء عيني هركامكان منتج نقيض أو تريان ولأنت مثلا لكنه ليس بشجر لازم نهكا بيجي مثلا فهو حجر أكري أشتكي كلمة يعني اشتكوا بيك أنه شجر منه حجر بي. يعني لكنه ليس بحجر لازم نهكا حتما شجر بي أما هو بو مثلا مانعة الخلو وكاي هل أو شجر حجرك بل لا شجر لا حجر بيت مانع خلو مثلا هذا لا هذا إما لا شجر أو لا حجر أما يا لا شجر يا لا حجر إيسا أما عين نيتر بغي إيسا كان نخيلك إسناكي لكنه شجر عربي دي ما دام لكنه أجا شجر فما دام شجر به باشا فهو لا حجر. حالبين أمر لكنه لا حجر. دي لا بلام. نعم لكنه ليس بلا حجر. يعني أو بلام لا حجرني حالبين ما دام لا حجر به دي إثنين هنا كل اللي بقى نقيلي بارا نقيضية كان منتجة مثلا استثناء نقيضة كمنتجة فلذا قضية كأوايا بارا هذا الشيء هو إما لا حجر أو لا شجر إذا قال أخوان استثناكين أين كان منتج نابا مثلا قلتوا بيجي لكنه لا شجر حالبي لازم ناكا حتما بيجي أقل لا شجر وحتما حجر لازم ناكا حتما أقل لا حجر ببري أو شجر برام نقيضة استثناك فردني سكاني كوتوتو لا شجر ولا حجر بجل لكنه شجر باشا
أجر وثمان لكنه شجر حتما لا حجر. شو شجر لا حجر؟ يا بجل لكنه حجر حتما لا شجر. فالأقسام المتصورة والأمثلة المتصورة فالأقسام المتصورة في القياس الإسنائي 16 أقسام متصورة لا قياس إسنائي شانزة دهنية زاني بو شكا توسي دهنة متصيلة ده هي هر يكيك شوار احتمالي هي باشا سي شواري دوانزة دهنة متصيلة شد هي أو شوار أما شانزة دي مثلا لمتصيلة دوانية المنتجة باشا لمنفصلة كانيش أجر حقيقة بهر شوارة كان منتجة أما شش تائرة أجر مانعة الجمع بدوان منتجة أجر مانعة الخروج بدوان منتجة أمد ولا شش عقيمة لكن الستة منها عقيمة فصارت الأقسام المنتجة عشرة فز أقسام المنتجة مبدأ اثنتان من المتصلة وأربعة من الحقيقية واثنتان من مانعة الجمع واثنتان من مانعة الخلوي والستة العقيمة شش عقيمة كيش اثنتان من المتصلة دوانيا لمتصلة وأربعة وشوارج من مانعتي الجمع والخلوي يعني دواني هي مانعة الجمع ودواني شهي مانعة الخلوي هذا جامتة ما تنقل ربابي بسي موفرش.